ولنقاش مستجدات الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا رئيس مركز إدراك للدراسات باسل حفر. أهلا بكم سيدي. أهلا ومرحبا بكم. في أول تصريح للمبعوث البريطاني الجديد إلى سوريا جوناثان هارغريفز، توعد بشار الأسد ونظامه بالمحاسبة على ما ارتكبه من فظائع ضد الشعب السوري، كيف يمكن قراءة هذا التصريح؟ نعم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة هذا التصريح هو ليس يعني مفاجئا أو جديدا، في النهاية المبعوث الجديد هو نائب المبعوث القديم، وكان ضمن نفس السياق أو ضمن نفس الخطة، وإدارته للملف ستستمر ضمن بنفس الطريقة غالبا، وهو انعكاس لموقف الولايات المتحدة التي يعني على مستوى التصريحات وعلى مستوى التنديدات وعلى مستوى المواقف المعلنة تتخذ موقفا يعني يعتبر موقفا متقدما أو حازما من نظام بشار الأسد. أكد المبعوث البريطاني أيضا أن الكارثة في سوريا لا يمكن لها أن تنتهي سوى باعتماد الوسائل السياسية وليس العسكرية، إلى أي مدى يمكن التعويل على هذه الوسائل السياسية والدبلوماسية لإزاحة الأسد المدعوم من روسيا وإيران؟ يعني هو لا شك أن الوضع في سوريا وسوريا بحاجة إلى حل سياسي وليس إلى حل من نوع آخر، حل عسكري أو أمني أو أيا كان، لكن المشكلة تكمن في إقناع أو في إجبار أو في دفع الأطراف، وخاصة هنا نتحدث تحديدا عن الطرف النظام، في القبول بالحل السياسي والمضي به بجدية وليس على بنية المماطلة أو كسب الوقت وما إلى ذلك. خلال الفترة الماضية مفهوم الحل السياسي أو مساق الحل السياسي بما تضمنه من مشاريع ومسارات متعددة كثيرة شارك النظام في أغلبها تحت ضغط دولي شديد، وحتى أثناء مشاركته في مساقات الحل السياسي كان يمارس حربا عسكرية على الأرض ويصعد عسكريا، وخلال هذه المساقات أيضا كان يمارس مماطلة كبيرة جدا، بأخر العديد من المشاريع، أوقف العديد من اللقاءات، غاب عن كثير من الاجتماعات التي كان المفترض أن يكون متواجدا فيها. خلال الاجتماعات أثار نقاط مختلفة عن الأجندة التي وجد من أجلها الاجتماع، حاول في أكثر من مرة تفجير الأوضاع وتوجيه الاتهامات للآخر والصدام معه. باختصار لا يوجد أي مؤشر أو لا يوجد مؤشرات تقول بأن النظام مستعد أو يقبل أو يريد المضي بحل سياسي. هنا يأتي دور الضغط الدولي، الضغط الخارجي والداخلي لإجبار النظام على القبول بحل سياسي أو التنحي تماما عن المشهد السوري. ربما شكل آخر من الضغط كان ما قدمته الولايات المتحدة مع 45 دولة حول مشروع قرار يقدم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ومحاولة الضغط أيضا على مجلس الأمن لمحاسبة الأسد على الانتهاكات التي ارتكبت ضد السوريين بالسلاح الكيماوي. ما مدى جدية الطرح الأمريكي، وهل يمكن أن يحاسب الأسد في مجلس الأمن؟ يعني كما قلنا قبل قليل، على مستوى المواقف المعلنة كمواقف معلنة الولايات المتحدة تتخذ موقفا متقدما، على مستوى العقوبات وزن العقوبات والضغوطات الدولية أيضا الولايات المتحدة تتخذ موقفا متقدما بين الدول، لكن المشكلة هنا أو السؤال هنا يكمن في أين تريد أن توجه الولايات المتحدة هذا الضغط. الولايات المتحدة تضغط على النظام وتحاكمه وتحاول محاكمته وتسن القوانين وتضغط عليه، لكن باتجاه تحقيق مكاسب فيما يخص حلفائها في منطقة الإدارة الذاتية أو شرق الفرات. يعني الولايات المتحدة مثلا إلى الآن لم تستثمر كل هذا الضغط على النظام في سبيل الإفراج عن المعتقلين، ولم تستثمر كل هذا الضغط على النظام من أجل إيقاف الحملة التصعيد العسكري التي يقوم بها النظام، ولم تستثمر كل هذا الضغط على النظام من أجل إيقاف الطلعات الجوية والالتزام بوقف إطلاق النار والكثير من الخروقات الأخرى التي يقوم بها النظام، الممارسات السيئة التي تسيء إلى أو يعني تغلق الباب أمام أي حل سياسي في سوريا. مثلا الولايات المتحدة أيضا لم تستثمر هذه الضغوطات من أجل منع النظام من القيام بانتخابات مجلس الشعب، والآن هو يعلن عن انتخابات رئاسية مقبلة، بمعنى أنه ماض في إدارة سوريا منفردا دون مشاركة المعارضة ودون مشاركة من أي طرف آخر وما إلى ذلك. وبالتالي الولايات المتحدة ليست القضية تكمن في دراسة موقف الولايات المتحدة حول هل الولايات المتحدة جادة أو غير جادة. الولايات المتحدة جادة في الضغط على النظام،
لكن السؤال هو لماذا الولايات المتحدة تضغط على النظام؟ الولايات المتحدة تضغط على النظام لأنها تريد منه مطالب معينة تتعلق بموقف الولايات المتحدة ودورها في المنطقة، وتتعلق بإسرائيل، وتتعلق بحلفاء الآخرين للولايات المتحدة في شرق الفرات في منطقة سوريا. شكرا جزيلا لك رئيس مركز إدراك للدراسات بس الحفار، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.